السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. بعد ما قلنا سابقا في سنوات ماضيه انه من المفروض لاعبي القدامى او لاعبي القدامى المنتخب الوطني هم كلاعبين يقتدى بهم وكلاعبين ايضا يقدمون نصائح للجيل الحالي ولاعبين الشباب ويعطوهم يعني يعطوهم نصائح ويعطوهم دي كونساي وفي نفس الوقت يشجعوهم. وقلنا يعني ما نبقاوش كل مره نتكلموا على لاعب سابق واش قال في جوار، يعني ما بقاش المفروض هاد اللاعبين يشجعوا لاعبين القدامى، نحكي يشجعوا اللاعبين الشباب ويعطوهم نصائح. بعثوا لي اخوه على كل حال هم مشكورين، قالوا لي يا قدور شوف رغم ان يعني تكلمنا سابقا في المواضيع هذه لكن لا حياه لمن تنادي. شوف واش قال لاعب الدوري السابق ولاعب المولوديه علي بن شيخ على سعيد بن رحمه، انه ما عجبوش حتى ولو يعني مقابلات وديه، ما قال لك ما يعني كلام يعني نوعا ما المفروض يشجع سعيد بن رحمه، لكن علي بن شيخ هو هذا هو علي بن شيخ. اذا نسمعوا واش قال علي بن شيخ ومن بعدها نعطي وجهه رايي تاعي، وان شاء الله تكون هذه اخر مره ان شاء الله نشوفوا لاعب اللي يقدم نصائح عكس يقدم نقد ولا انتقاد بدون براهين ولا بدون حجج، يعني انتقاد هكاك النقد من اجل النقد. الماضي لم ينطلق بقوة ما عدا فترة من الفترات، وفي المنتخب الوطني أيضا لا مازال متحررش. هل البداية القوية في المباريات الودية هذه قد تكون بادرة خير لموسم كبير، أم تعتقد أنه المباريات الودية ليست معيار لكي نقيس مدى استعداد أي لاعب؟ نتمنى له إن شاء الله واش راك تقول يكون صحيح. أنا نتمنى له يدير واش كان يدير من قبل في الديدون، ولكن انا يا احنا لعبنا شويه بالون كيما رانا في ثلاثه لي ماتش اميكو ما نديرولهمش بزاف القصه. كاين دي جوار في لي ماتش اميكو تصيبهم طايرين، بعد كي تدخل في الاوفيسيال يبانوا حاجه اخرى. لماذا نحضر في المباريات الاولى؟ وكاين العكس، انا نقول لك تحضر واجب تحضر. واش انا نقول؟ كاين يعني اللاعبين ما تلقاش يظهر ويبرز في المباراه الوديه ومن بعد في المباراه في الاوفيسيال يولي حاجه اخرى، كاين بزاف. علاش حسب رايك؟ ناخذ برك شوف غدوه يديروا ماتش ام بارسا يلعبوا يدخل ميسي ما تشوفش يدير بتاتر في الاولى لعب 90 دقيقه بتات 20 مينوت ملاح لان سي ان دي بي بالعقل ويلعب يمد لي باليسي يجري يخدم من نهار الاوفيسيال حاجه اخرى. وكاين اللي هو نتمنى له ان شاء الله الهدف جميل. الهدف جميل شباب البيت، على بالي انتم تشدوا بزاف الهدف الجميل هذوما، لكن احنا نتكلموا واش عليه. انا قلت لك نتمنى له وحده. ثانيا علاش انا نقول هكذا؟ لان كان باسكو ميم هنايا فو دير كوسال لي ماتش اميكو هادو سيرتان زيكيب ضعف بزاف، هادي لازم تقولوها باش الناس تعرفوا، ولكنهم يعرفوا مين يدخلوا. مثلا نابولي شفنا ادم والناس لعبوا امام الباير. خلينا ادم والناس حاجه اخرى. ادم الناس ماناجير ما عندوش مليح، يعني ادم والناس في ماتش اميكو. لا ادم والناس ما ادم. شوف هذا رايي دوكا، دوكا انا نمد لك رايي. صح رايي ماهوش قران، انا نمد رايي. أني نقول لك أدمو الناس سي نوت ديفيرونس. أدمو الناس ما عندوش ماناجير مليح، كاين اللي ما يلحقوش لأدمو الناس ماشي للربع كاع وتصيبهم يبانو، وأدمو الناس ما يبان سي لعبة لو موند هاد ميم الفوتبول في لو موند هم معوجة ورايح فيها، ماهوش كيما كان واحد الوقت. كنت تعطيني مثال. إيه كنت نعطيك مثال. علاش قلت لك هكذايا؟ أنا قلت لك نتمنى له إن شاء الله هاد لا سيزون يديرها مليحة وكذا مادا بينا. ولكن كيفاش نوزنوا حنا؟ كي كان في الديدو كان ماشي هارب عليهم، كان يزعف فيهم،
كان يزهى بزاف صح لا يقصر كاع انه يلعب في 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 الحي صح سوا وصل كان يدير واش يحب في الديدو اللي بتي بوي طيح ينوض يعاود كان يدير واش يحب كي جا طلع الدين واش قلت لك انا قلت لك ولا يدير نص برك تاع ديدو راه نجح صح ما دارش العام الاول ما دارش نعم ما تقوليش متوسط ما مش ضعيف قلت لك ما قلتلكش ضعيف قلت لك ما دارش قلنا انا قلت له كان يدير غير نص 50% تاع واش كان يدير في ديدو قلت لك صافي سي ان غرون با صح قالوا 50 دي ما دارش فو ريكونيت كو ما دارش مام في الفريق الوطني يلعب شويه يخرج مازال ما امبوزاش روحو فوالا ما ركزش روحو ياها انا نتمنى له ان شاء الله هاد لا سيزون يديرها مليح ويمبوزي روحو في الكلاب هذا تاعو وفي ليكيب ناسيونال. كيما سمعتوا خوتي كاين كلام نتفقوا معاه اوكي كاين كلام نتفقوا معاه الكلام اللي يتفقوا معاه انه قال لك ما دارش كما كان يدير في الشامبيونشيب اوكي متفقين بصح كاينه حاجه انا محلل ولاعب دولي سابق ولاعب في المولوديه نشوف الاسباب اللي خلات سعيد بن رحمه ما يديرش كما كان يدير في دي دو ولا شامبيونشيب علاش نسال روحي هل توظيف سعيد بن رحمه في المنصب نتاعو كما كان في برينتفورد في الشامبيونشيب دي دو ولا لا هذه الأولى هل المدرب أعطيه الأريحية وأعطيه يعني الحرية التامة في اللاعب يعني سواء يلعب على دروات ولا على غوش يعني ينشط الهجوم هذه نسأل نفسي قبل ما نقول بلي ما دارش الحكم نعطيه بعد ما نلقى معطيات ما نقدرش نعطي حكم بلا ما يعد عندي معطيات هذه الإشكالية اللي في بعض اللاعبين القدامى يعطوا أحكام مسبقة بدون علم بالمعطيات بدون علم بالمعطيات سيد صحفي رضا بوحنيكا قالوا دار نص ما نقولوش ما متوسط ما نقولوش ضعيف لا قالوا انتو ما تقولوا هك قال لك أنا نقول لا زيد قالوا سجل هدف مليح قالوا لا انتو ما تشتوا الأهداف الجميلة سيد صراحة سجل هدف خرافي مقابله وديه رانا داكور مقابله وديه سيدي ما تشدش عليها بصح سيد هذا في مقابله وديه يعني يبشر بالخير يعني نقولوا باللي راه ممكن يكون في ان شاء الله في الموسم هذا راح ينفجر راح يكون الانطلاقه تاع سعيد بن رحمه الراعي والمنصب اللي تغير فيه مدرب غير له المنصب نتاعو هذه كل المعطيات ندخلوها في الحساب نو بصح انتم لا وخاصه مسيو علي بن شيخ مسيو علي بن شيخ انا مواطن قبل وزد نقولها لك هذا من الليجان اللي يلعبوا هذو ما راه مش يلعبوا بقميص منتخب الالماني ولا الفرنسي ولا الاسباني ولا الانجليزي يلعبوا بقميص المنتخب الوطني الجزائري انا كلاعب سابق لعبت في المنتخب الوطني ولعبت في المولوديه انا لاعب سابق واش دوري انا مش نحطم الليجان هذو ما انا دوري نقدم لهم نصائح معليش يستفيدوا من الخبره نتاعك نقدم لهم إرشادات نشجعهم نكوراجيهم سيد ما كان في الديدو فمك انت واعترافك انت كان يزهى وكان محطمهم ومدقدقهم كيما نقولوا بالدرجة هذا باعترافك كيفاش سيد مش يلعب في البوست نتاعو وانترينر ساعة يلعب وساعة ما يلعبوش وكانت فيها مشاكل في المنطقة يعني في الناحية الهجومية تاع وستهام ما نقدرش نقول الجوار ما دارش قادر نقول نعذر الجوار لان اللاعب ماهوش موظف في البوست نتاعو انت ما عذرتش لازمنا نشجعوا هذ من اللاعبين نشجعوهم خاصه ك انا مش نحكوا كمواصرين ولا نحكوا كلاعبين قدامى من المفروض يشجعوهم حتى اللاعب اللي ما يقدمش مقابله كبيره نشوفوا الاسباب قبل ما نعطوا احكام نشوفوا الاسباب لكن انك جي وما دارش وما انتوما وانتوما تنفخوا في البيت وانتوما لا هذا الجوار قلتها ونعاودها سواء هو سواء ماندي سواء اسمه بن ناصر فيغولي معرز هذو لاعبين دوليين هذو لاعبين يمثلوا الجزائر مثل المنتخب الوطني نشجعهم عكس اني نحطمهم المعنويات تاعهم ولا وزيد هذا سعيد بن رحمه مولود في الجزائر ويعرف اللغه العربيه وبيان سور هذه مليون بالمئة كي يوصلوا فيديو عليك هاي واش يقول لك ها زعما اونسيا جوار ولاعب كبير
ما يعطينيش حتى نصيحة، ولا ما ينصحنيش، ولا ما يشجعنيش، غير النقد 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 النقد. تقول له علي بن شيخ يقول لك ما نعرفوش، حتى هو يعرف يقول لك ما نعرفوش. توصلوا روحكم يعني تعودوا موقف محرج. علاه علاه هذا الرجال يشجعوه معليش ما دارش مقابلة كبيرة. أنا كمحلل ولا لاعب سابق نعطي الأسباب علاش ما دارش مقابلة كبيرة. هذه وي أنا معاك يبصح أنتم وتنفخوا أنتم وهدف تقولوا هدف جميل ودار موسم متوسط وما إيش عارف وما دارش موسم متوسط. لا 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 أنا في 21 عدت كأس العالم لازمنا كلنا نتحدوا على المنتخب الوطني نوفوا مع المنتخب الوطني سواء مناصرين إعلام صحافة لاعبين قدامى لأنه هذوما هم اللي يرفعوا العلم تاع الجزائر وهذوما اللي يحملوا المشعل. لا لازمنا نحو العقلية هذه. إذا مسيو بن شيخ اللاعبين هذوما لاعبين جزائريين ومن المفروض أنت أول واحد تشجعهم وتوقف معاهم مش العكس. إذا في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.